اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج الحدث والتي تحت عنوان تداعيات اقتراع 22 يونيو. اعلن امس المجلس الدستوري فوز محمد والشيخ محمد احمد غزواني في الانتخابات الرئاسيه بنسبه 52% من اصوات الناخبين، وكانت الايام الماضيه التي تلت اعلان النتائج الاوليه ردود فعل متباينه حول العمليه الانتخابيه، وقد اودع بعض المترشحين طعونا لدى المجلس الدستوري اعلن الاخير عن رفضها لعدم استيفائها للادله الكافله. بين هذا وذاك نستضيف لكم هنا في الاستوديو الاعلامي والمحلل السياسي السالك محمد السالك والداهي، اهلا بك ضيف الكريم. بدايه، ما الذي يعنيه فوز محمد والشيخ محمد احمد غزواني لرئاسه الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه؟ شكرا على الاستضافه. فوز الرئيس المنتخب واعلان النتيجه النهائيه امس من طرف المجلس الدستوري، فوز محمد والشيخ محمد احمد والشيخ الغزواني، هذا يفتح المجال أمام التطبيق أو آمال الموريتانيين في تطبيق البرنامج الذي انتخبوه عليه، ومن أهمها ما يسمى بتسوية الوضعية الاقتصادية للبلد، تسوية الوضعية الاجتماعية، التمييز الإيجابي الذي نص عليه في برنامجه أن أكثر من تقريبا 200 مليون أوقية قديمة سيتم ضخها في دعم الفئات الأكثر تهميشاً، الفئات الأكثر حرماناً من التعليم، الأكثر حرماناً من التوظيف. هذه من الأمال التي ينتظرها المواطن الموريتاني. وكما قال هو في إعلان ترشحه أن للعهد عنده معنى، وفعلا الناخب الموريتاني يثق في ذلك العهد، لو لم يكن يثق فيه لما أعطاه يعني له أمل كبير في هذا. نعم، هل بإعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية ستنتهي تداعيات هذا الاقتراع الرئاسي؟ نحن دورت عدو لاحظته في التداعيات اللي خلقت على مستوى مرشحي المتنافسين اللي هم الآن صاروا معارضة، لأنه الحديث في الحملة الانتخابية الماضية عن معارضة وعن موالاة لم يكن دقيقا، لأن البلاد مقبلة على استحقاق رئاسي، فمن سيفوز هو الذي سيمثل الموالاة أو الأغلبية، ومن لم يفوز هو الآن سيكون في صف المعارضة. الآن هم اختاروا صف المعارضة، بيانهم حمل نوعا من التناقض، هنالك عدم اعتراف بالنتائج، وهنالك وصفها بأنها مزورة، مع العلم أن نتيجة 52.1% هي نتيجة ديمقراطية، نتيجة طبيعية، لأنه أكثر تقريبا من 47% هي صوتت ضد المرشح، يعني هناك 47% من الناخبين، يعني هناك معارضة، يعني هناك معارضة، هناك أيضا وجود قوي المعارضة، هناك أيضا سقوط للرئيس الفائز مدوي في بعض المناطق، أنواذيبو في مناطق الضفة، حتى في مقاطعات من نواكشوط، يعني كيف يتم الحديث عن تزوير ومرشح المعارضة يحصل على 52%؟ أين تلك النسب العالية؟ نسيناها 72 التي يمكن ان يقول انها مزوره. وفي نفس الوقت هم يقولون ايضا انهم يفتحون الباب، باب للحوار. انتم لا تعترفون بسلطه منتخبه، لا تعترف. انا لو طرح علي السؤال، ما الذي ينقص المعارضه ما الذي ينقص عفوا الديمقراطيه في موريتانيا؟ ساقول باختصار ان ما ينقص الديمقراطيه في موريتانيا هو ان تعترف المعارضه بالخساره. حينها سندخل لعبة ديمقراطية نظيفة. وأعتقد أن هذا أن التداعيات واضحة. أولا هناك أيضا مسائل إيجابية. هل برأيك أنت ستنتهي هذه التداعيات بعد إعلان النتائج النهائية؟ أنا أعتقد أن كل ما نسمعه هو مجرد محاولة لرفع سقف المطالب، أو محاولة لفتح الحوار مع السلطة الجديدة القادمة، التي نتوقع أن يتم تنصيبها في بداية الثاني من أغسطس المقبل، وهو يعني في النهاية سنجد الجميع يعود إما إلى حاضنة المعارضة. يعني أنت برأيك ستنتهي هذه التجارب؟ يعني ستنتهي فقط، هي مجرد تصريح أو كما قلت لك، هو محاولة. المعارضة ما تقوم به الآن هو محاولة
لرفع سقف التفاوض. بمعنى أنك إذا أردت أن تدخلي سياسيا أو تدعمي أو محاولة أن تنتقلي من صف المعارضة إلى صف الموالاة، لا بد من يكون السقف السياسي عاليا، تكون اللغة يطبعها نوع من الحدة من أجل الحصول على مكاسب سياسية في حالة كانت هناك انضمام للموالاة أو محاولة لإعادة التموقع في المعارضة، بمعنى التموقع من المعارضة الراديكالية يعني إلى معارضة محاورة هادئة. يعني هذه هذا الشد والجذب وهذه المظاهرات وهذه الطعون يعني يمكن أن تكون مجرد سبب لانضمام لهذا أو ذاك، مجرد سبب لرفع السقف أو جس أيضا نبض للرئيس القادم. أنا أتوقع أنه سيكون رجل حوار، أنه سيفتح أيديه للجميع. حملته كانت حملة هادئة، لم يقم بأي تصريح ضد أي مرشح، لم يجرح أحدا، إنما فقط كان يعرض البرنامج وما سيقدمه للشعب الموريتاني. هنالك برنامج، نحن أنا أيضا الرئيس بيرامو للدهو العبيدي دعا إلى الحوار، أكد أنه مستعد لكل ما من شأنه أن يجعل أن يخرج البلاد من وضعية الانسداد السياسي السابقة، أن يجعل أن ما من شأنه أن يحسن الوضع الاقتصادي للبلد. أعتقد أن الرجل في المرحلة القادمة سيكون هو رجل الحوار مع السلطة. أما بالنسبة لي ما وقع من مظاهرات أو ما وقع من شد وجذب، معروف السلطات أعلنت عن اعتقال أكثر من 100 شخص، 100 فيهم أجانب اليوم في وسائل الإعلام. البعض من الناس في الكريم يفند فكرة أن الأجانب لهم يد في هذه المظاهرات، يعني كيف ترد على ذلك؟ شوفي، هو بالنسبه للموضوع المظاهرات، وفعلا هناك اجانب دخلوا وانخرطوا في المظاهرات، وهناك ايضا تجيش ايضا اعلامي وبث اخبار كاذبه على الفيسبوك، مثلا صفحه ما تسمى بتي في راديو بولار الموجوده على الفيسبوك، هي تحدثت عن قتلها، تحدثت عن جرحها، يعني كذب، تخرج صور من السودان وتبثها على وسائل التواصل كيف الاجتماعي. ذلك الانترنت الانترنت قبل انقطاع الانترنت وقع تزييف هذه الاخبار، وما بعد انقطاع الانترنت ايضا تمت مواصله التزييف، ولكن لم تجد صدى في واسعا نتيجه اولا للانقطاع، مع انني صراحه مع انني من الذين يقولون ان الانقطاع خدمه الانترنت حتى الساعه انه في الحقيقه غير مجدي، على العكس قد يظهر ان هنالك هشاشه في الامن، قد يظهر ان هنالك ضعف عن إدارة الأمور ولكن ضعف السيطرة، ولكني أعتبر أيضا أنه من جانب آخر أنه كانت محاولة في وقت ما للسيطرة على الأمور ونجحت. نعم ضيف الكريم، هل ستكتفي المعارضة بما قامت به حتى الآن في مسار رفضها لنتائج الانتخابات أم أنها ستضيف شيئا جديد؟ لا أعتقد أن ثمة إضافة جديدة. معروف من بداية المسلسل الديمقراطي في البلد، بداية التسعينات إلى حد هذه اللحظة التي نتحدث فيها، المعارضة تصدر بيانات، المعارضة تقف ضد الانتخابات، لم تعترف المعارضة بأي انتخابات سوى انتخابات 2007 فقط، لأنه في الشوط الثاني كما تعلمين هناك سيدي والشيخ عبد الله والرئيس أحمد ولداد ده. ربما لأن ذلك رئيس مدني، ربما قد يكون ربما، ولكن أيضا كان المجلس العسكري منقسم نصفين، البعض يدعم ذاك وبعض يدعم ذاك. ولكن أيضا في انتخابات 2009 سمعنا بالباء الطائرة، الآن سمعنا تزوير صريح من طرف المعارضة، يعني المعارضة أبدا لن تعترف، البعض سيصعد بلهجته، سنعود إلى ربما مستقبل إلى نفس المسلسل، مهرجانات، مسيرات، بعض الانشقاقات في صفوف المعارضة، إما انضماما للموالاة أو إما سلوك النهج، ما يسمى بنهج المعارضة الوسطية أو المعارضة المحاورة، يعني الأدوار تتبادل كما هي. اسمحي لي أن أفتح لك قوس ليتسع صدرك قليلا، وسأتحدث باللهجة الحسانية من أجل الفكرة توصل للمشاهد أكثر. شوف، سنة 91 أحمد ولداد ده كان قائد المعارضة، وجاء فترة معينة لأنه من جزء كان يعتبر من نظام أخيه الراحل أب الأم الموريتانية المختار ولداد ده، ومارس السياسة وكان يمثل المعارضة الراديكالية وحتى الآن يمثل المعارضة الراديكالية.
بعد ذلك في فترة في سنة 95 وقعت سنة 98 خلقت انتخابات بلدية قاطعها اتحاد القوى الديمقراطية عهد جديد، ووقع انشقاق داخل هذا الحزب وما عرف حينها بجناح اتحاد القوى الديمقراطية باء، وترأسه محمد المولود وبعد ذلك انشأ اي اف بي. محمد المولود رئيس اتحاد قوى التقدم في فترة معاوية كان هو من يلعب دور المحاربة المحاورة المهادنة، لا ترضى عن المعارضة الراديكالية ولا ترضى نسبيا عن الموالاة، لأنه في سنة 2001 خلقت رواية غريبة، نواب المعارضة كاملين في البرلمان 10 ولا يقدروا يعدلوا كتلة ما هونين يعودوا في بلد فر. خلق انسحاب خارجين هما نائبين والله ثلاثة عن ليف بيك الساعة كانوا البدر الدين ونائب ثاني على ما أعتقد أنه نائب بقى انسحب عن الكتل ولا تات المعارضة عندها كتل انسحبت نتيجة خلاف بين المعارضة منفسة وبقات المعارضة مشتتة. بعدين من مجيت الشيخ عبد الله البعض من المعارضة أدخل النظام وبعد خلق الانقلاب من 2009 تقريبا 2008 الانقلاب الى تقريبا 2011 خلق تذبذب في المعارضه. شخلق عندنا مصطلح ما يسمى بالمعارضه المحاوره، والدور من لعبه بيت جلول هميد قبل ان ينضم للموالاه، ومسعود البرخير في المعارضه. الان مسعود البرخير يحسب على الموالاه لانه دعم المرشح الفائز. هذا الدور اللي كان يلعبه المولود في التسعينات الى الانقلاب، منتصف التسعينات نهاية التسعينات إلى الانقلاب على الرئيس معاوية سيد أحمد الطاهر، لعبوا مسعود بالخير ولعبوا بيج. نفس الدور قد تأتي شخصية أخرى وتلعبه. سيدي محمد أبو بكر الآن يلعب دور من؟ بعد رجل كادر في نظام مولى الطائع، كان أيضا في المرحلة الانتقالية عنده خبرة معروفة، يعني طبعا حق سياسية وحق من يتبع. من الآن؟ هو الآن ربما في المرحلة القادمة سيلعب دور أحمد ولداده. الوجوه تتغير ولكن الأدوار تبقى كما هي. نعم ضيفي، ما الذي تعنيه المعارضة باستعدادها للحوار الذي أعلنته في بيانها الأخير؟ هل هو رضوخ ضمني للنتائج النهائية؟ هو فم لقطة رضوخ، فم أولا رفض للنتائج، وفم طلب أو ما يسمى بدعوة للحوار، وأنهم أيضا مثلا ذلك أبدى المترشحون استعدادهم لكل ما من شأنه أن يخرج البلاد مما اسمه الأزمة السياسية. هم استعداد، هم اعتبروا أن هنالك أزمة سياسية، أن تخلق أزمة سياسية ومخلقوهم ورسوا، وفي نفس الوقت هم اللي يدوروا طريق للخروج منها، بمعنى نحن دخلنا مأزق غير ما نقول ماشيين عندنا إلى خلونا منه. هذا هو الواقع، خلونا منه كيف ما قلت لك بالمفاوضات بالحوار مع السلطة القادمة. ولكن أنا يعني أعتقد هي مستعدة، يعني أنا أعتقد هي مستعدة الحوار، ولكن أعتقد أعلن النمطية اللي كانت تسود الساحة السياسية في الفترة الماضية ستتغير. أولا لأن الرئيس المنتخب أولا يملك خطاب سياسي قوي، أولا معروف أن إعلان ترشح ويحمي مفردات سياسية قوية، اعترف للجميع بما بذله من أجل موريتانيا، فتح يده للحوار مع كل الأطياف. قوة الخطاب السياسي جزالته ستجعل من الرجل أن يقود مرحلة لا تطبعها هذه الانطباع التي ذكرت لك، معارضة محاورة، يعني ستكون هناك حياة، أعتقد أن هناك ستكون سياسة نخبوية، سيكون هناك مؤسسات جديدة، مؤسسات اجتماعية، لأنه هو ذكر في برنامجه نقطة لم ينتبه لها أي من المحللين، وذكر الحديث عن إبرام عقد اجتماعي جديد في موريتانيا. موريتانيا منذ الاستقلال وإلى حد الساعة ما عندها اللي قالوا كونترا سوسيال، ما عندها اللي قالوا العقد الاجتماعي، لأنه يعني عقد اجتماعي هو اللي يحكم الدولة، كل دولة طبيعة مكوناتها العرقية، مكوناتها الثقافية، مستوى الوعي السياسي فيها والاجتماعي يحتاج إلى إعادة مؤسسة. هذا هو اللي نحتاجه في المرحلة القادمة. احنا عندنا جميع النخب للأسف الشديد، وأنا أعتذر للمشاهد أعلن شوي قد نعود في بداية كلامي وحالت في شمل المتغطرات السياسية، هو أعلن ما عندنا لا مؤسسات استطلاع رأي تحدد وجهة المجتمع، ما عندنا مؤسسات دراسات تحدد طبيعة الاقتصاد الموريتاني وبهذه الطريقة تسل قوانين تتماشى مع هذا الاقتصاد الماركتينجي اللي عايش فيه موريتاني، ولا عندنا أيضا خبراء قانونيين مجتمعيين يحددون المؤسسة الاجتماعية إلى أين تتجه في البلد. هذا الرجل تحدث عن الحديث حوار مع خبراء في برنامج اجتماعيين يعني، هو تحدث عن أنه سيكلف خبراء في مجال علم الاجتماع وعلم السياسة وعلم الاقتصاد الإعداد
مسطرة الحوار اجتماعي يؤسس إلى إبرام عقد اجتماعي جديد. هذا ما شفناه عند أي حد من المرشحين ولا شفناه أيضا. يعني هذا استثناء هو الوحيد بالبرنامج. هذا عنده استثناء. أولاً هو الناس ما انتبهت له للأسف. نحن اللي نتلاوى نحاول نعيد مثلا قراءة. نحن للأسف ما نقرأ الأفكار ولا نقرأ التصريحات بقدر ما نقرأ فلان كان يعدل كذا وفلانة كانت تعدل كذا وفلانة عدل كذا. للأسف الشديد هذه الحديث الصالونات. أنا حديث السياسة عندنا للأسف ما هي حديث أفكار، ما هي حديث برامج. لو استضفتي أختي الكريمة أي رئيس حزب سياسي هون في البلد، ولو استضفتي أي واحد يقول عن أنه خبير والله يقول عن أنه غربائي، وتكلمتي له أنتم حزبكم هذا شين هي رؤيته لحل أزمة الصرف الصحي في نواكشوط، ياك الأزمة معاشة ما أنا كليت أشوف رايح عنده حل. ومعهد شفتي هو اللي قالوا معهد الديمقراطي الأمريكي الام دي اي عدل دراسة حول رؤية الأحزاب السياسية الأهم المشاكل اللي يواجهها البلد واللي رصدوها عند المواطنين في استطلاعات. ما جبروش نجبروا برنامج الحزب السياسي عنده يعني لا نظام سياسي يعني برنامج الرئيس المنتخبين يشمل جميع ما يحتاجه المواطن وما يحتاجه المثقف بصفة خاصة. طبعا أنا أعتقد أنه يشمل نقاط إيجابية ونقاط مهمة العادلة يحاور عليها مستقبلا يحاور عليها. نحن نختاره العدنين نحاوروا حول مستقبل موريتانيا وإعادة هيكلته ومؤسساتها. نحاوروا على أساس برنامج وأفكار الرجل. نخرصوا ذاك اللي فيها نحن هم نقدر نتلاقاو فيه وذاك اللي نقدر نحسنوا منه من أجل أن البلد يسير في طريق المؤسسات. نحن عندنا إشكالة متينة من درا كان أهل النخبة في البلد وكان للحكومة الفايتة كان هنين قعدت وطرح التصور عن موريتانيا ما بعد الغاز ما خلق. من درا كان شن هو مستقبل المؤسسة الاجتماعية في البلد اللي بعد هذه طغرة الطاقة. من درا كان بدأنا نعدل معاهد التكوين في هذا المجال للأسف ما فات خلق. نعم مرشح المعارضة قالوا أن هذه الانتخابات لا تعكس الإرادة الشعبية للناخبين، بينما وصفتها السفارة الأمريكية هنا في نواكشوط بأنها مثال للانتخابات الناجحة في المنطقة. كيف التوفيق بين هذين الرأيين برأيك؟ ما لنا في مسألة التوفيق لأن هذه سفارة أمريكا هذه المعارضة. هي المعارضة اعتراف عليها وخلص به بيان بينما المعارضة الولايات المتحدة مثلا الأمريكية والغرب عموما ينظر للبلدان الديمقراطية بنظرة السوق بلدان باطل العالم الثالث ما ينظر لها من ناحية اللي ينقال له تطور المؤسسة الديمقراطية فيها تطور الوعي السياسي فيها مدى نزاهة الانتخابات. هذا ما هو لهم الغرب. ولذلك نتائج خرصية فم دراسات ظهرت ما بعد سقوط جدار برلين والعالم الواحد تحدثت عن مسألتين من دركان شنو هي الأولوية عند الغرب معاملتها مع الدول السائرة في الطريق الديمقراطي إما ترسيخ الديمقراطية ودولة المؤسسات في هذه الدول أما اللي ينقاله اقتصاد السوق. المهم عندهم هو اقتصاد السوق يعني المهم عند الشركات الأمريكية يعني هذا البيان لا يعني معناها يعني علنا نختار نعود صريحين يتلون نتحدثوا عن النصارى شوي تحدثوا عن 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 موضوع الديمقراطية وعن موضوع لا الغرب لا نحن نتحدث هون عن رأيها واضح بالضبط في هذه الانتخابات ورأيها قالت تعلنها انتخابات نموذج في المنطقة قالت تعلنها انتخابات فريدة من نوعها في العالم العربي بينما العكس ما قالته وما تظاهرت به المعارضة تحاول أيضا أن تؤزم الوضع تحاول أن تعتبرها انتخابات غير نزيهة انتخابات مزورة انتخابات غير شفافة من أجل أعلنها تعطي أيضا فرصة للتأزيم وتعطي أيضا ما يسمى بفرصة للغرب أيضا للأسف للتدخل في الشأن الداخلي إما من حيث استجداءه أن موريتانيا ما فيها ديمقراطية موريتانيا ما فيها حقوق الإنسان موريتانيا الغرب ذا ما مهم عنده مصالح نعم ضيف الكريم الإعلامي والمحلل السياسي محمد السالك والداهي أشكرك جزيل الشكر كنت ضيفا على برنامج الحدث شكرا جزيلا لك شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج الحدث بإذن الله.